كلام وافرح بيه افرح بيه، اسيب النوم وافكر فيه انا افكر فيه، يقول لي كلام وافرح بيه انا افرح بيه، اسيب النوم افكر فيه انا افكر فيه. حاجة جميلة بجد، كل سنة وانت طيبة. احزنتي قوي قوي قوي. ايه العظمة دي؟ ايه العظمة؟ كنا عايزين تاني والله يا صور، مش هتوعدينا مرة تانية. كل سنة وانت طيبة، واهلا بيكي معانا من حضن القلعة في استوديو مصر. صور انت طالعة شقيقة طبعا مدام تيسير، واكيد مشاهد كتير بينكم وبين بعض. خبرتك او الخبرة اللي اكتسبتيها من مدام تيسير والتعامل معاها، قولنا كده في اللوكيشن. انا شايفة صداقة وحب غير الكلام اللي كان بيتكتب. اوكي، انت من خلال تعاملك مع مدام تيسير قولنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انا طبعا سعيدة جدا ان انا اشتغلت في المسلسل، لانه اداني الفرصة ان انا اتعرف على مدام تيسير كشخصيا، لان انا من الاول واول مرة تقابلنا قلت لها انا بحبها جدا جدا، من متابعة كل المسلسلات قبل كده وبحبها جدا. فلما جات الفرصة ان انا اشتغل معاها كنت سعيدة جدا بجد، وما قربت منها انا حسيت بجد يعني مهما اتكلمت مش هيكفي كلام، لان اول يوم لي عمري ما هنساه كانت مدام تيسير نزلت من بيتها، ما كانش عندها تصوير، وجات قعدت على المونيتور جنب استاذ تيسير عبود وقعدت تشجعني وتقولي، مع ان انا كنت خايفة طبعا وانا عارفة ان انا تعبت استاذ تيسير عبود جدا جدا جدا، بس مش عايزة، مش مهما اتكلمت في حقها عمري ما هقدر بجد، يعني والله مش مجاملة ولا عشان انا معاهم في المسلسل او جنبي، لا مهما اتكلمت هي قد ايه انسانة جميلة وقد ايه ساعدتني
وقد ايه ادتني نصايح وقد ايه انا تعبتهم معايا، بس هي كانت بتاخدني بحب وبتنصحني وبتقول لي لا قولي دي كده وقولي دي كده. يعني هي بجد اختي، مش ما حسيتش ان يعني بجد بجد والله هي انسانه جميله جدا، واكيد هتسمع الكلام ده مش مني انا بس، من معظم اللي معانا في المسلسل. يعني بجد انا بحبك جدا بموت فيكي طبعا. وعايزه اقول ان استاذ تيسير عبود اداني فرصه دي جميله، انا بشكره جدا، وانا تعبت معايا انا عارفه، بس ان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظن المره الجايه. ان شاء الله.